وحول الوضع الليبي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ترغب في الدعم العربي للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا بأسرع وقت. شدد الرئيس السيسي على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية. ولعله من الملائم أن أشارككم هنا رغبتنا في دعمكم لمساعينا الحالية في ليبيا الشقيقة للتوصل في أسرع وقت إلى تسوية سياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة دون إملاءات خارجية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن واحترام مؤسسات الدولة وصلاحياتها بمقتضى الاتفاقات المبرمة، وتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحل الميليشيات بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية، ويعيد البلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها.